شكاوى كثيرة عادة ما يرفعها الصناعيون العاملون في القطاع الخاص تتحدث عن إجراءات تمارسها هيئة الجمارك تسهم في تعطيل المعاملات، وخاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الجمركية المشمولة فيها تلك المصانع التي تعاني من تأخر دخول المواد الأولية، ما يسبب لهم خسائر كبيرة على الرغم من وجود اتفاق بين الصناعيين والتنمية الصناعية والجمارك على إدخال المواد الأولية بأسرع وقت. لحد الآن بعض الصناعيين يعانون من مشكلة تأخير كتب الإخراج الجمركي. حقيقة المديرية بموجب أحكام المادة 8 ثانيا انطت الإعفاءات إلى الصناعيين، سواء كان يدخل الخط الإنتاجي لمشروع الصناعي أو يدخل المواد الأولية لديمومة عمل المشروع الصناعي. يضمون كتابه ويقولون لك كتابك بعد ما واصل ويسامون، فهذا بالعكس، هذا موضوع عدو وياكم. هيئة الجمارك العراقية تعتقد أن الخلل يكمن في التنمية الصناعية، كونها لم توضح لها من خلال كتبها المرسلة فيما يخص دخول المواد الأولية لعمل المشاريع التي تطالب بإعفائها من الرسوم، وهذا ما يعرقل عملية تعظيم الإيرادات على حد وصف المعنيين في هيئة الجمارك. لعدم الإيضاح بالكتب الواردة إلى الهيئة العامة للجمارك فيما يخص دخول المواد الأولية لعمل هذه المشاريع، سبق وأن أجرى اجتماع مشترك ما بين الهيئة العامة للجمارك ومجموعة من الصناعيين ودائرة التنمية الصناعية، ولكن عند إعادة النظر بالكتب الخاصة في تسهيل المهمة توجد هناك بعض الإشكالات في حجم الكميات اللي مستوردة لهذه المشاريع. في المقابل يعتقد العاملون في القطاع الصناعي الخاص أن تقاطع الصلاحيات بين الدوائر المعنية وتعقيد الإجراءات عادة ما يتسبب بتأخير دخول المواد الأولية، وهذا ما ينعكس بالسلب على أداء المعامل واستمرارية إنتاجها، فضلا عن قدرتها على منافسة المنتجات المستوردة. للعراقية الإخبارية على الجميلي، بغداد.